أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين أو من خارجها، في حلقة جديدة من برنامجكم حال السياسة. أرحب بكم وأرحب بضيفي في الاستوديو لهذا اليوم، دكتور جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الأقاليم الخارجية في الحركة. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، دعنا نستعرض في تقرير الزميل أحمد براهمة آخر المستجدات الميدانية، خصوصا في أنه اليوم تم التبليغ على 3 شهداء ارتقوا في مواجهات اليوم، وأيضا في ادعاءات إسرائيلية بتهمة الطهن أو الدعس. تابع هذا التقرير. ليلة أمس شهدت اقتحامات لعدة مدن فلسطينية، حيث كانت نابلس ورام الله والخليل مسرحا لعمليات الاحتلال الإسرائيلي. اعتقلت خلالها عشرات المواطنين وسلمت إخطارا بهدم منزل الأسير راغب علاوي أحد المتهمين بقتل مستوطن وزوجته قرب بيت فوريك. يأتي هذا التصعيد مع استمرار الهبة الشعبية الجماهيرية، حيث كانت وجهة الفصائل ظهر اليوم باتجاه المدخل الشمالي لمدينة البيري حيث مستوطنة بيت إيل، وما أن وصلت المسيرة حتى أمطرها جنود الاحتلال بقنابل الغاز والرصاص المطاطي، أصيب خلالها عشرات المتظاهرين في وقت تتصاعد فيه العمليات الفردية، حيث قام فلسطيني بدهس مستوطن مارس العربدة على المواطنين وإلقاء مركباتهم بالحجارة على طريق المخيم الفوار، ما أثار غضب المواطنين حتى قام أحدهم بدهسه وقتل على الفور. عملية الإعدام لم تتوقف، حيث أعدمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الشاب عدي مسالمة خلال قطفه ثمار زيتون في قرية بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل. أعود معك دكتور جمال، استمرار الهبة الجماهيرية أبعادها السياسية وما يمكن أن تساهم في موقف القيادة على هذا المستوى، ورمزيتها في استمراريتها من هذا الجيل. نعم، لأسباب الهبة الشعبية لا تزال حتى الآن قائمة، اللي هي تنكر إسرائيل لعملية السلام، الاعتداءات اللي بتتم على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى، جرائم الجيش الإسرائيلي، جرائم المستوطنين، البناء الاستيطاني، كل جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطاب الأخ الرئيس أبو مازن اللي بالأمم المتحدة، كلها وصلت رسالة للشعب الفلسطيني إنه بالأخير العملية السياسية وصلت طريق مسدود. هذا الوضع أدى لهذه الهبة الشعبية، والهبة الشعبية الحالية شارك فيها كل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، في غزة، في حتى داخل خط 48. أنا كما قلت عملية المسجد الأقصى لا يهم سكان الضفة الغربية أو غزة، إنما يهم كل الشعب الفلسطيني، قد يهم الشعب العربي، يهم الشعب الشعوب الإسلامية. هاي الانتفاضة اللي موجودة أنا بقول يعني جاءت في وقتها المناسب أمام انشغال العالم بالوضع الإقليمي، وأمام انشغال العالم بوضع دولي أيضا بما يخدم الكيان الصهيوني، والقيادة السياسية تتبنى هاي الانتفاضة، هاي الهبة الشعبية، وبالتالي تدعمها وتحدد دائما أنه أي جهة تحاول تأخذها إلى مجال العسكرة أو مجال العمل المسلح، خصوصا أنه في دعوات كثرت من جانب أو من طرف يعني إذا بنحكي عن تصعيد الظهار بصور بيتم عليه الرد من داخل حركة حماس، أيضا أنه أحمد يوسف والأشقر وعديد من الشخصيات أنه ليسوا مع عسكرة الوضع القائم حاليا، وأنا بقول اللي بسعى لعسكرتها مع ذاك بسعى لإنهائها، بالتالي بقاء بهذا الشكل ممكن تتوسع أكثر وأكثر، وخاصة كل فعل له رد فعل. فالجرائم الإسرائيلية تتطور بشكل يومي أمام القرارات تتخذها الحكومة الإسرائيلية وأمام المؤسسات التي على الأرض وجرائم المستوطنين، هذا بزيد شعلة الهبة الشعبية، وقد تصل لمرحلة تكون في انتفاضة. لكن أنا برجع بقول هذه الهبة الشعبية اللي حصلت مع ألمنا وحزننا على كل قتل دم فلسطيني بتسيل، وعندنا اليوم وصل حوالي 50 شهيد إضافة لآلاف الجرحى، إلا أنه أشعت العالم بأنه كل هالمشاكل اللي بتجرى في المنطقة بالأخير المناخ تبعها والبيئة تبعتها هي جرائم الإسرائيلية في المنطقة. لذلك قال أوان يجي كيري ولا يجي باكمون يجي فلان لفلان، الموضوع ليس تهدئة. وأنا بقول أي جهة دولية تأتي للحديث عن تهدئة تتآمر على الهبة الشعبية وتتآمر على القضية الفلسطينية، وبالتالي أنا ونبحث في السبب. يعني ما عادش مقبول للشعب الفلسطيني اللي أثبت إنه حي في وقت أرادت إسرائيل الاستفراد فيه بسبب ما يجري في المنطقة، وإنه ابحثوا في الأسباب وقدموا اللي هو الطرح اللي من القيادة الفلسطينية، قرار مجلس الأمن وإلى ما هو ذلك، يعني ما يتبعه.
يعني القيادة الفلسطينية هناك لجنة سياسية مباتغة عن قرار القيادة الفلسطينية تواجه اجتماعاتها بشكل مستمر. اليوم كان في اجتماع. اليوم كان اجتماع وهناك تقريبا سيكون اجتماع للجنة صياغة من عدد محدود من الإخوة. سيتم رفع ما تم الاتفاق عليه للجنة التنفيذية لاتخاذ قرار بالخصوص، من ضمنها دعوة مجلس الأمن للبحث قرارات الشرعية الدولية وعقد مؤتمر دولي، وأيضا تشكيل لجنة للإشراف على وضع آليات لتنفيذ هذه القرارات. لا أريد أن أستبق، لأن كما قلت حتى لجنة الصياغة تجتمع من أجل بس ما هو يعني تم الحديث عن أبرز ما تم الاتفاق عليه أو التوافق عليه، يعني الحديث عن إعادة النظر في الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل، إنه يجب أن يكون على أساس دولة تجاه دولة، دولة فلسطين على حدود 67 ودولة إسرائيل بنفس الحدود أو بما من الجانب الآخر منها، ثم الحديث عن قرار مجلس أمن وأن ينص على اللي هي ثوابت المقبولة بحدها المقبول شعبيا. أنا خليني أختصر الموضوع ولا أدخل بالتفاصيل، لأنه بالأخير كما تم الحديث اليوم في الاجتماع، لجنة عضو في اللجنة، إنه بالأخير يعني حتى الآن ما تم صياغة الأوراق بشكل نهائي حتى نبدأ نتكلم في برودها، بالتالي ناتج لجنة الصياغة تصيغ الورقة بشكل نهائي ترفعها للجنة التنفيذية تأخذ فيها قرار وبعد ذلك تم الحديث عنها بتفصيل. لكن كل البحث يدور حول قرارات المجلس المركزي وحول ما جاء بخطاب الأخ الرئيس أمام الجامعة العامة المتحدة، وأكيد ندخل على خط كل الجرائم اللي بترتكبها صهيونية في حق شعبنا الفلسطيني بشكل يومي، نتوقف عند التدخلات الدولية اللي تتم هنا وهناك، ولكن يعني لا أخوض بتفاصيل ما ورد في الورق، لأن اليوم كان في حديث يعني لا يجوز نبدأ نتكلم. طب لا يجوز وليش يعني في ثلاثة على الأقل اليوم يعني الفترة هذه حكوا الدكتور صائب الدكتور أحمد مجدلاني وحنا عميرة تحدث. إحنا بقول يعني اليوم كان في تبيلة النقطة هاي، إحنا حتى الآن لم نتفق على الشمات في الاجتماع اليوم. في الاجتماع اليوم بالتالي يعني اترك الموضوع حتى ننتهي. لكن برجع بقول مضمون هاي الورقة هو يسند لقرارات المجلس المركزي ويسند لخطاب الأخ الرئيس أمام الجامعة العامة المتحدة. أكيد كل ما يتعلق بالعلاقة مع الجانب الإسرائيلي في مدار البحث. طيب دكتور، في اجتماع لمجلس الأمن يوم الخميس من المفترض أن يتوجه إليه وزير الخارجية الأردني دكتور ناصر جودة، وسيتحدث فيه عن الشأن الفلسطيني وما يجري في المسجد الأقصى المبارك. الأردن قالت بأنها ستسخر ناطق باسم محمد المومني باسم الحكومة الأردنية، قال بأنه الأردن لن تدخر جهدا سواء على المستوى القانوني أو المستوى الدبلوماسي لمنع تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا، وأنه يقع تحت الوصاية الهاشمية ووزارة الأوقاف الأردنية. من ناحية أخرى، تم الحديث في صحيفة الغد عن أن الأردن تقدم بطلب بنشر قوات أردنية في المسجد الأقصى. إلى أي مدى يعني بس معلش الصحيفة مش مبينة هو تقدم من مين طلب هذا؟ هل هذا سيعرض على في اجتماع مجلس الأمن؟ تحدثتم مع جانب الأردني بهذا الخصوص؟ أكيد هناك تنسيق كامل بين الجانب الفلسطيني والجانب الأردني ومع الدول العربية ومع لجنة المتابعة العربية، والآخر رئيس أبو مازن لا يترك جهة دولية ما بتم الاتصال معها. وبالأساس معني نسق مع الأخوة في الجانب الأردني باعتبار الجانب الأردني هو الذي يشرف على المقدسات في القدس من ضمنها المسجد الأقصى. على الجانب الإسرائيلي إحنا أمام رئيس يكذب اللي هو رئيس نتنياهو، يكذب على الجانب الفلسطيني، يكذب على الجانب الأردني، يكذب على العالم كله. وبالتالي اليوم الموقف الأردني أكيد موقف صلب، وبالتالي هم لا يسمحوا إنه يتم ما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى. نتنياهو يقول الحفاظ على الوضع القائم. احنا نتكلم عن الوضع اللي كان قائم بسبعة سنين وليس الوضع القائم اليوم. الوضع القائم اليوم والتقسيم الزماني والسيطرة على البوابات. احنا بنقول لا يجوز ان يكون الجانب الإسرائيلي مسيطر على البوابات. هاي يجب البوابات وساحات المسجد خاضعة للأوقاف. حاليا نعرف الأوقاف الأردنية مشرف على الهاي. وبالتالي بقاء الجانب الإسرائيلي الحديث عنه يشرف على البوابات والجانب الأردني يكون من خلال الحرس داخل ساحات المسجد الأقصى، سيبقى الجانب الإسرائيلي مسيطر من يدخل لساحات المسجد الأقصى ومن لا يدخل لساحات المسجد الأقصى، وهذا سيبقى موضوع السياحة اللي هو بيتكلم عن السياحة لساحات المسجد الأقصى. لا يوجد سياح في ساحات المسجد الأقصى، فقط تحت بند السياحة يدخل المستوطنين الإسرائيليين واليهود المتعصبين. أما إذا حضر الناس من قوميات أخرى
هم يأتوا من بعض الدول الإسلامية وبالتالي يأتي من أجل الصلاة. أما ما تحت مند السياحة بدأ الإسرائيليين يفوتوا كل ما يتعلق بالمستوطنين والمطرفين هم بما فيهم أعضاء كنيسة بما فيهم الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي أنا بأخذ الجانب الأردني اللي هي أوراق قوية والجهات الملك ماخذ موقف صلب في هذه المرحلة لأنه اكتشف أكثر كذب نتنياهو وكذب الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي الجانب الأردني يحمل ملف لوضعه أمام مجلس الأمن بما يتعلق بالمقدسات اللي هي أشعلت هاي الهبة إلى جانب طبعا عوامل أخرى. ولكن إذا استمرت الأمور لجانب الإسرائيلي في هاي الاجتياحات لساحات المسجد الأقصى أنا بقول قد تتطور الأمور لأبعد مما يجري اليوم وأيضا قد تأخذ أبعاد في ساحات أخرى. طيب بدأ ملاحظا وكأن هناك نزول عن الشجرة في الجانب الإسرائيلي. يعني وزير الجيش موشي يعلون قال الليلة الماضية ندد الليلة الماضية بشدة بعملية الفتك بالرجل الأريتري التي وقعت خلال العملية في بئر السبع أول أمس ودعا إلى محاكمة مرتكبيها وأكد رفضه لهذا السلوك مهما اشتد الغيظ على رأيه. من جهة أخرى انتقد العديد من السياسيين الذين يحاولون من وجهة نظره تأجيج نار الكراهية والتحريض ضد المواطنين العرب بدلا من السعي لدمجهم في المجتمع، ويقول أو شدد على وجوب مد يد العون لسكان المناطق الفلسطينيين ليحققوا العيش بكرامة ويبتعدوا بالتالي عن طريق الإرهاب، ودعا إلى محاربة الاعتداءات الإرهابية المنسوبة إلى نشطاء اليمين المتطرف تحت مسمى تدفيع الثمن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى كمان من يمين نتنياهو سقط في تناقض في هذا الجانب بأن قال يجب إحنا دولة قانون، بمعنى أنه إسرائيل دولة قانون ومش لازم أو لا يجب أن يتم إطلاق النار فورا، كل هذا بعد عملية بئر السبع في وقت هو من سهل تسليح المستوطنين وأعطى الأوامر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه بمجرد الاشتباه يطلق النار. وكمان بنيامين نتنياهو قال بأنه مش صحيح أنه الاستيطان عم بيزيد، بالعكس في الفترة الأخيرة هو يقول أنه قل. هل هذا الكلام برأيك لتجميل صورة إسرائيل أو يعني أن ضغوطا ما تمارس على إسرائيل وأن هناك تراجع في المواقف؟ أولا كما قلت نتنياهو دائما يكذب على العالم كله وبالتالي يناور ويستغل الظروف. أما ما يتعلق بتصريحات يعلون ونائب يعلون نائب وزير الدفاع يصرح بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية واستمرار نتنياهو يؤكد لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، يعني دولة بجانب دولة. الشعب الفلسطيني لا يريد احتلال محسن، يريد زوال الاحتلال، وبالتالي أي حديث عن بقاء الاحتلال بغض شو التجميلات اللي تجرى له أو تخفيف الضغوط بتم على الشعب الفلسطيني هذا غير مقبول. هلا دموع التماسيح اللي تصدر من يعلون على ما جرى في بئر السبع للريتري والأثيوبي أنا بتصور ما جرتش على طفل المناصرة مثلا، لأن هذا الشخص غير فلسطيني، لو كان فلسطيني لا معلق في الموضوع. هذا دليل على عنصرية، دليل على عنصريتهم لأنه صار في مظاهرات أيضا في الأثيوبيين في داخل الخط الأخضر ضد المواساة للصيد ضد عملية القتل اللي جات والرفش بالأقدام. بالتالي هنا هذا يثبت أكثر عنصرية هذا النظام وعنصرية وزير دفاعه. أنا بقول ما جرى نعم ما جرى مع الفلسطينيين كان يتم مثل ما جرى على شاشات التلفزيون مع الأثيوبي وأيضا أكثر من ذلك، لكن لأنه ليس فلسطيني بدأ يتكلم يعلون بهذا الجانب. وإحنا بنقول المواساة الإسرائيلية بتتم بالخفاء خارج الطاقة الإعلامية أيضا أكثر ما بتم اليوم في بعض المحطات عندما يكون هناك إعلام موجه لتصوير ما يحدث. طيب دكتور، تضامن الجاليات الفلسطينية أو المجتمع الدولي ودور الأقاليم الخارجية لحركة فتح في ذلك وأيضا دور السفارات، نحن أيضا نتحدث عن السفارات بشكل عام، لكن كيف تراها؟ هل هي مرضية حتى الآن؟ أنا أقول يعني اليوم مثلا كان بالأمس كان في مظاهرة كبيرة في شيكاغو وكان في مظاهرة في نيويورك وبتم مظاهرات في عديد الدول. هناك تكامل بالعمل ما بين السفارة ما بين تنظيم فتح بين الجاليات الفلسطينية وأيضا الجاليات العربية وأصدقائنا من الدول اللي بتتم فيها الفعاليات. أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي اللي تشاهد اليوم أمام على شاشات التلفزة العالمية بدأ هناك تحول في الرأي العالمي ضد إسرائيل، وبالتالي هذا ما أدى بالولايات المتحدة تبعت ترسل أو تفكر بإرسال كير للمنطقة وأيضا تحريك هذا الدمية
بين كمون. ولكن احنا بنقول انه اي جهه تتدخل من اجل التهدئه بنعرف ان جهه تتآمر على الوضع الفلسطيني والشعب الفلسطيني لم يعد يقبل في تهدئه، والا مع ذاك اليوم في تهدئه طبعا شهر وشهرين وسنه سنتين ما دام الاحتلال باقي يبقى المناخ والبيئه مهيئه لتفجر الاوضاع من جديد. اذا تعال نبحث مع بعض لقرار مجلس الامن من اجل اتخاذ وضع قرارات الشرعيه الدوليه للتنفيذ ووضع اليات لتنفيذها. ولكن الصوت الجانب الامريكي يحبط كل خطوه بهذا الاتجاه، واخرها الحديث والتهديد بافشال الخطوه الفرنسيه بما يتعلق بالسياسه. لا هي افشلت، رفضت اسرائيليا وامريكيا. يعني بقول لك اللي رفضت امريكيا، الامريكان مباشره تم استدعاء السفير الفرنسي لاسرائيل من اول رفض، ولكن الامريكان فورا تبدل الموقف الاسرائيلي. نعم. فذاك من الجانب حتى الان هناك عقبه اللي هي امام اي تحرك للامام في الساحه اللي هو موضوع الموقف الامريكي. فمجيء كير للمنطقة هو يجيء من أجل خدمة الموقف الإسرائيلي في الضغط علينا من أجل التهدئة. ولكن أحب أقول اليوم القيادة تتوافق مع الشارع الفلسطيني في هذا الحراك اللي بيجرى من أجل تغيير معادلة التجارة في المنطقة، من أجل إعطاء القضية الفلسطينية أولوية وإشعال العالم أنه بالأخير الإرهاب موجود عندنا بفلسطين من قبل هذا الكيان الصهيوني المغتصب. طيب دكتور، مسألة البيان أو التوصيات عفوا من اللجنة السياسية إلى اللجنة التنفيذية، هل هناك سقف لانتهاء صياغتها وتقديمها، وهل سيتم الإعلان عنها بعد اجتماع اللجنة التنفيذية ولا قبله؟ يتم الإعلان عنها بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، لأن هي ملك للجنة التنفيذية، وبالتالي الصياغة تقدم للجنة التنفيذية وبيتم إقرارها في اجتماع اللجنة التنفيذية. متى ذلك؟ بتصور يعني بوقت سريع جدا، يعني الكل يعني مدري طبيعه الازمه والناس يعني العمل ليس مرتبط فقط في هذا انتظار نتائج اللجنه، لكن العمل مستمر. لا طبعا العمل مستمر، لكن انا اسال حتى تتضح كآليات وضع ما جاء في التنفيذ. برجع بقول يعني لا استطيع اقول والله ساعه ساعتين، لكن اللجنه اكيد تواصل عملها بشكل مستمر، وبتصور يمكن يكون غدا او بعد غد لقاء لها باسرع وقت حتى تنهي عملها وتقدم الاجتماع التنفيذي القادم. طيب في خلال ايام يومين ثلاثه تقريبا بتصور تعدى شيء. نعم دكتور جمال محسن، نتوقف لفاصل قصير ونعود واياكم مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، حيّ الصلاة
مجددا اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستكمل واياكم هذه الحلقه من حال السياسه مع دكتور جمال محسن. دكتور جمال، لي ايضا سؤال. يوم استقبل السيد الرئيس رئيسه ليتوانيا عفوا رمزيه، وقبلها الرئيس الهندي رمزيه ان تستقبل فلسطين رؤساء دول في وقت الميدان فيها ايضا يتحرك، وفي مجابهة ميدانية ما بين الشبان الفلسطينيين ضد الرصاص الإسرائيلي بشكل أعزل. ما هي هذه الرمزية وما هي الرسائل التي توصلها للعالم؟ يعني أكيد العالم لا يقبل الظلم، وليتوانيا ودول البلطيق خضعوا للحكم الروسي خلال العهد السوفيتي، وبغض اليوم عندهم ثلث السكان روس، لكن كان خلال الفترة السابقة نامت علاقات بين الجانب الفلسطيني وبين الجانب كل الشعوب اللي كانت تابعة لروسيا الاتحادية. اللقاءات اللي بتتم اليوم أيضا في إطار الدعم اللي وجه للقضية الفلسطينية، وإن أصدق الضرع من سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من كل الدول البلطيق تفكر ترجع بعلاقات خاصة مع روسيا الاتحادية، بغض البعض من المقارب في الفترة الأخيرة للولايات المتحدة وأحيانا للناتو. أنا برجع بقول اليوم اللقاء اللي تم بين رئيس ليتوانيا وبين الأخ رئيس أبو مازن كان لقاء إيجابي جدا، واللي ترتب عليه فتح السفارة الفلسطينية راح يكون في ليتوانيا. رئيس الهند، الهند دولة عظمى، وإحنا بنعرف بالفترة الأخيرة كان في تراجع في التصويت في الأمم المتحدة، اللي الهند كانت تدخين الصوت لجانبنا تحفظت في تصويت لصالح فلسطين. ليس الاجتماع اللي يحضر الأخ أبو مازن، كان في اجتماع قبلي، وبالتالي هذا كان خلل في مسيرة هالعلاقة المميزة كانت تربط القيادة الفلسطينية مع القيادة الهندية. بالتالي جاء الرئيس الهندي في إطار تأكيد الدعم للقضية الفلسطينية، وأيضا الدعم الاقتصادي والدعم السياسي ودعم كل إعادة العلاقات لما كانت قبلها. رغم انه كان في احتجاج شعبي انه بالوقت اللي الرئيس الهندي حجم الاتفاقيات التي تمت مع الجانب الفلسطيني لا تقارن بحجم الاتفاقيات عسكريا وتكنولوجيا مع اسرائيل. انا من الدول مصالح، وتاريخ الهند من الدول اللي كانت علاقتها مميزه مع القياده الفلسطينيه، وخاصه ايام الاخ الرئيس ابو عمار رحمه الله وايام الرئيس ابو مازن. لكن برجع بقول الدول علاقه مصالح، هي تستفيد من التكنولوجيا الاسرائيليه، واحيانا الصعيد ايضا تستفيد من التكنولوجيا الهنديه وخاصه في اطار الالكترونيات. انا برجع بقول هذا دور سفرائنا، انه نحسن في اختيار سفرائنا. انا برجع بقول احيانا قد يكون هناك سفراء مميزين لنا، والبعض انا بقول يعني آن الاوان يتم تقييم عمل اي سفير. احيانا سفير يفشل في مكان وبنقله لمكان اخر في الوقت المفروض بيفشل في مكان روح على بيته. فانا برجع للفتره السابقه احنا كان في قصور في موضوع العلاقه مع اصدقائنا الهنود، واليوم انا بسجل هناك قصور في العلاقه مع اصدقائنا الصينيين. احنا من سنه لا يوجد سفير فلسطيني بالصين، في الوقت الصين اكثر من 250 موظف بالسفاره الاسرائيليه بالصين، وبالتالي هذا يقدم لاخواننا، لابد انه نلتفت اكثر لاصدقائنا. احنا في الوقت بيكسب اصدقاء جدد. هذه رساله الى وزاره الخارجيه، ولا انا بقول لانفسنا، للرئيس، لوزاره الخارجيه، لكل القياده الفلسطينيه. في الوقت اللي بنسعى لكسب صديق جديد ما بدناش نكسب صديق القديم، وخاصه الاصدقاء الكبار. لما نتكلم عن الصين، نتكلم عن الهند، نتكلم عن هذه الدول، انا بتصور بقول كان يجب ان نحسن الاختيار من يذهب سفيرا لهذه الدول، وايضا نحافظ على مستوى العلاقة، مستوى الوجود لنا في هذه الدول، نكثف عدد موظفين سفراتنا. لكن برجع بقول انه زيارة الرئيس الهندي في الفترة الأخيرة كانت دعم للقيادة الفلسطينية، خاصة في الموضوع السياسي. دكتور، انتقل عبر الهاتف معنا الأستاذ نظير مجلي، الكاتب والمختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا فيك أستاذ نظير.
بك يا أميرة وبالأستاذ جمال. مساء الخير أخي نظير. يسعد مساك يا أهلا أستاذ. أهلا بك أستاذ نظير. كنا نتحدث قبل قليل أو في بداية الحلقة عفوا عن أنه يبدو وكأنه بعد عملية بئر السبع صار في نوع من الصدمة أو نوع من الصحوة خلينا نقول لدى المجتمع الإسرائيلي من جانب، ومن جانب آخر أنه بعض الساسة مثل وزير الجيش أو نتنياهو صاروا شوي شوي عم بينزلوا عن الشجرة. هل هذا دقيق؟ هل الأمر له علاقة فقط بعملية بئر السبع من وجهة نظرك أستاذ نظير، ولا له أيضا علاقة بقدوم بان كي مون يوم غد إلى المنطقة أو جون كيري، وإذا كان هناك أيضا ضغوط أخرى؟ أنا لا أعتقد القضية بئر السبع هي درجة أخرى من درجات العمليات التي تزعج المجتمع الإسرائيلي. يوجد في اليمين دائما من يريد هذه العمليات بالمناسبة ويستفيد منها. يعني هناك من يطلب الآن في المجتمع الإسرائيلي، وتحدث أيضا عن وزراء وليس فقط خارج الحكومة، يمين متطرف داخل الحكومة وداخل الكنيست يطالب بشكل واضح بأن يتم التصعيد أكثر وأن تجري مثل نفتالي بنت اللي قال اللي قال ضرورة إقامة ما أسماه بجدار الردع، وفندوا بأنه مش إسمنت بل ردع لكل مخرب بين المزدوجين وهدم. نعم بشكل واضح، وأنتم الحكومة تهدد حماس، تمت عمليات انتحارية، فسنقوم بضرب غزة. وهنالك من يريد أن يكون هناك تصعيدا بشكل كبير لهدف واضح أنه هذه الفترة الزمنية هي أمس فترة للقيام بعمليات عسكرية عدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، فإذا يعني يكونون بينهم وبين أنفسهم، وهذا يصبح شكل جيد في المجتمع الإسرائيلي. إذا كان في كل يوم يموت مئات العرب في سوريا والعراق واليمن وليبيا بأيدي العربية، فما المشكلة إذا مات كل يوم 100 فلسطيني بأيدي إسرائيلية؟ فهذه فرصة من أجل الضرب. توجد قوة من هذا النوع، هذه القوة طبعا تستفيق عندما ترى العملية مثل بئر السبع وتريد عمليات نوعية أكثر من ذلك حتى تستفيد أكثر. ولكن هناك في الوقت نفسه الجمهور العام الواسع في إسرائيل الذي يشعر أن نتنياهو سيد الأمن بين قوسين وليس سيد أمن ولا يجب الأمن للمجتمع الإسرائيلي، ولذلك يجب أن يغير هذه السياسة. البعض يفكر باستبدال بليبرمان، والبعض يحاول أن يفكر بطريقة عقلانية. ما شك فيه أن الوضع الحالي مثل مين اللي بتفكر بطريقة عقلانية؟ يعني احنا كل الفترة الماضية أستاذ نظير ما سمعناه هو مزايدة على المزايدة، يعني سواء تيبي ليفني، هورتسوغ، إيرلابيد، لم يبقى أحد في إسرائيل إلا وزايد باتجاه التصعيد وليس العكس. أولا حتى لابيد وليفني وهيرتسوغ يؤكدان أنهما مع الحكومة في الضربات العسكرية تحت قول يعني بين قوسين لمكافحة الإرهاب، ولكنهم جميعا يؤكدون أن الحل وليس عسكريا وأنه يجب أن يكون هنالك حل سياسي. وهيرتسوغ يتحدث بالتفصيل عن هذا الحل ويقول دولة فلسطينية ويقول انقسام تقسيم القدس. وهناك في الصحافة الإسرائيلية، الصحافة الإسرائيلية ملأة بالمقالات التي تنتقد سياسة الحكومة. قبل يومين حتى صحيفة إسرائيل اليوم التي كانت مستثناة من هذه المعادلة، حتى هذه الصحيفة التي تعتبر بوقا لنتنياهو وجدنا فيها مقال لدانيال مارغريت أحد كبار المحررين فيها ينتقد سياسة نتنياهو ويقول الحل العسكري ليس كافيا. هذه الأصوات ترتفع بقوة في المجتمع الإسرائيلي من دون شك. وإذا كنت تذكرين عزيزتي أميرة عندما التقيتك في الاستوديو عند يعني في برنامجك هذا، وقلت لي كيف يمكن أن تنهض هذه الهجوم، قلت لك افكري على السياسة الإسرائيلية وموقفها الغبي. الحكومة الإسرائيلية اليوم تتخبط ولا تعرف كيف تتعاطى مع الأحداث حتى الآن. طيب أستاذ نظير، بان كي مون وكيري هو تحصيل خاطئ. يعني نحن شهدنا في هذه الفترة استفزازات لشعبنا الفلسطيني، شعبنا الفلسطيني رد عليه بهبة شعبية قوية. الآن بدأ يقطف ثمار هذه الهبة عن طريق محاولات جدية من المجتمع الدولي لوقف التدهور أو لوقف السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالأقصى
على الأقل، وطبعا التراجع في الموضوع الاستيطاني، وبعد فيما بعد يعني بن جيمون يتحدث صراحة عن ضرورة فتح ملف المفاوضات على أساس دولتين لشعبين. نعم. طيب أستاذ نظير، هل نحن أمام سيناريو انتخابات مبكرة في إسرائيل في هذه المرحلة؟ لا أعتقد ذلك. المجتمع الإسرائيلي على الرغم من أنه غير راضي عن أداء نتنياهو كرئيس للحكومة لا يجد بديلا عن هذه الحكومة، وفي الواقع من يقرأ الخارطة في إسرائيل يرى أن المعارضة الإسرائيلية هزيلة بطريقة تجعل حكومة يمين متطرف وذات أغلبية عضو واحد في الكنيسة، يعني لها فقط 61 مقعدا من مجموع 120. حتى حكومة هزيلة كهذه تصمد، ممكن أن تصمد لثلاث من أربع سنوات، طالما هذه هي المعارضة الفاشلة والتي لا تقدم للمجتمع الإسرائيلي بديلا لا في الشخصيات ولا في الخط السياسي. يعني كمان استمرارها ليه مش من شطارتها من فشل المعارضة أمامها. طيب أكيد يعني استطلاعات الرأي تقول أن نتنياهو فشل بنسبة 63%، يعني 63% من الإسرائيليين يكون أن نتنياهو رئيس حكومة فاشل. فمن البديل؟ يقولون نتنياهو، يعني أنهم لا يجدوا البديل. طيب أستاذ نظير، سؤالي الأخير حول قرار شركة الطيران الإسكندنافية ساس وقف خط رحلاتها إلى إسرائيل في غضون 6 أشهر لاعتبارات قالت أنها اقتصادية، وذلك بعد 4 أعوام من تشغيلها. وذكر في صحيفة يدعوت أحرنوت أن اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تخفيض أسعار السفر، مما جعل تشغيل الخط غير مجدي اقتصاديا لشركة الطيران ساس. بيقولوا مصادر إسرائيلية أنه مملكة السويد هي أكثر الدول معاداة لإسرائيل، وأن السبب هو سبب سياسي وليس سبب اقتصادي كما تدعي، وأنه التقديرات تشير إلى تحقيق أرباح كبيرة لهذه الشركة في الآونة الأخيرة. وهذا الإشارة الأكثر وضوحا كما قال المسؤولين الإسرائيليين لمعاداة السويد لإسرائيل هو عدم إصدار أي إدانة لما اسموه بالعمليات الإرهابية، والاكتفاء بدعوة القادة إلى التحلي بالمسؤولية ووقف قتل الأبرياء. هذا وغيره أيضا حتى على موضوع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ومنع دخول الناشطين في البي دي أس وغيرها من دخول إسرائيل يرفع أي العلامات على الوضع المجتمعي اقتصاديا في إسرائيل؟ يعني أنا أعتقد أن القرار اقتصادي مع رائحة سياسية. لو أن القرار جاء من دولة أخرى غير السويد لكانت إسرائيل عبرت عن ذلك بسهولة، لكن هذا القرار السويد كما نذكر هي أول دولة أوروبية اعترضت في فلسطين كدولة. ومنذ ذلك الوقت وفي إسرائيل يتابعون نشاطات سياسية هناك، يرون في كل المؤسسة العسكرية والسياسية والأمنية السويدية وأيضا الإعلامية وحتى الاقتصادية والسياحة كلها معادية لإسرائيل. هكذا اليوم يتعاطون مع السويد لأن لديها موقف ناضج في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وترى أنه يجب إزالة الاحتلال ويجب وقف الاستيطان ويجب إقامة دولة فلسطينية، وعندئذ تتغير الأمور. في الحقيقة أنا ما يزعج إسرائيل في هذه الناحية ليس الجانب الاقتصادي، وكل قضية النشاط الاقتصادي للبي دي اس هذا يعني لا يؤثر مباشرة. أكثر ما يؤثر على المجتمع الإسرائيلي وعلى السياسة الإسرائيلية هو الموقف السياسي. موقف السويد السياسي هو يعني الضربة القاتلة للعلاقات ما بين الطرفين. وهنالك جانب آخر يؤثر على إسرائيل هو جانب المتعلق في الجامعات ومقاطعة الجامعات أكاديميا، لكن المقاطعة الاقتصادية على الرغم من الضجيج الكبير حولها لن تؤثر مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي. الاقتصاد الإسرائيلي ما زال قويا، ما زالت له علاقات عميقة مع دول مختلفة. يبدأون من الآن يشعرون بأن هناك احتمال لتراجع العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، ويفتحوا لها الأسواق باتجاه الهند وباتجاه الصين وباتجاه دول شرق آسيا وطبعا دول أفريقيا أيضا اليوم تنفتح. فعلينا أن لا نبني كثيرا. المقاطعة قد يكون نشاط ويعبر عن دعم مجموعات معينة من دول العالم معنا وللقضية الفلسطينية، لكن هذه قوى بالأساس هي راديكالية في اليسار. الجهد الأساسي الذي يضايق إسرائيل يتركز في الجهد السياسي. تلك الدول التي تدعم فلسطين في الأمم المتحدة، تلك الدول التي تحترم فلسطين، وتلك الدول التي تدين السياسة الإسرائيلية، هذه ما يزعج إسرائيل أكثر بكثير من المقاطعة الإسرائيلية.
هل هناك سيناريو، سؤال الأخير، هل هناك سيناريو تتوقعه للمرحلة القادمة؟ نعم، أعتقد أن هناك حراك مهم في المجتمع الدولي الآن. إذا كان استمر بإطار مقاومة شعبية فلسطينية شعبية، نضال شعبي فلسطيني سلمي بالكامل، هذا سيزيد دعما للقضية الفلسطينية وسيرفع أكثر مستوى التدخل الدولي للضغط على السياسة الإسرائيلية لكي تتحرك في الاتجاه الصحيح. شكرا. إذا كانت إذا قصر المجتمع الدولي مرة أخرى ونفهم يعني ذلك أنهم ينشغلون بقضايا عديدة دولية، فإن الأمور ستزداد سوءا ومن دون شك ستتدهور أكثر بعيد. شكرا، يعني الكرة في الملعب الدولي. شكرا جزيلا لك الأستاذ نظير مجلي الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية، شرفني. شكرا لك دكتور جمال، رأيك بما تفضل فيه وقاله الأستاذ نظير؟ نعم، أمر واقع داخل المجتمع الإسرائيلي، ولكن أنا بضيف أنه هناك أسباب لضعف التيار اللي بمثله لبيد والحزب العمل اليمين الوسط والوسط، أنه ما بيتميزوا عن سياسة اليمين المتطرف، إنه أحيانا يتبنوا سياسة اليمين المتطرف، بالتالي الشارع الإسرائيلي لم يعد يجد هوية خاصة بهذه المجموعة. أنا بقول هاي سبب هزائمهم وتراجعهم أمام جمهورهم. لابد اتخاذ مواقف أكثر وضوحا ولا يتساوى في المواقف مع الامتناه ومع الأحزاب اليمين. هل هاي الحديث إنه مع الدولة الفلسطينية ومع القدس عاصمة، أنا بقول يعني أمام مواقف المعنى في دعم الإرهاب. لا، هم ما بيقولوا القدس عاصمة ولا واحد في إسرائيل. تقسيم، لا بحكي عن تقسيم الأقصى. تقسيم عن موضوع تقسيم القدس. فأنا برجع بقول المجتمع الإسرائيلي بالأخير يأخذ بالموقف المعلن لهي الأحزاب وما يروه على الشاشة. هم يؤيدوا الجرائم تتكعب الجانب الإسرائيلي بحق شعبنا. بالتالي ما يخسرهم. موضوع الشركات، أكيد المقاطعة تأخذ دور أكبر، والورقة الفلسطينية أيضا ستكون تضمن ما يتعلق باتفاقية باريس و قذاك التوصيات السياسية أيضا ستتطرق لموضوع الاتفاقية باريس الاقتصادية. كان الدكتور محمد مصطفى قبل يومين قدم مبادرة لإعادة تقييم الوضع الاقتصادي والعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وكيفية يعني تمازج ذلك أو انسحاب ذلك مع الموقف الرسمي السياسي تجاه الخطوات القادمة. هل ناقشتم ذلك أيضا؟ نعم، هناك عدة أوراق قدمت في هذا المجال، وأيضا الأخ لما قدم الأخ محمد مصطفى ورقته كان هو أيضا مع مجموعة من الإخوة المختصين، قدمت ورقة من الأخ دكتور محمد شتي، وأيضا كانت مع مجموعة من المشاورات لإخوة أيضا مختصين، وورقة أخرى من دكتور نبيل، ولجنة الصياغة ستدرس الأوراق الثلاثة وبالتالي تأخذ منها ما يلزم وما يفيد الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالاتفاق الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي. طيب، الأوراق الثلاثة موجودة أمام لجنة الصياغة. إلى حين ذلك دكتور، مسألة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية على المستوى الشعبي، يعني كما تحدث كثير عن هذه المسألة، إنه إلى جانب الحراك بالحجر وبالمقاومة السلمية في مناطق تماس أو لجان الحراسة في القرى القريبة من المستوطنات في هذا الشأن، حراسة الأراضي أو حراسة القرى من اعتداءات المستوطنين، ماذا عن حراك أيضا ضروري موازي يجب أن يكون على مستوى استهلاك البضائع الإسرائيلية وربما منعها من دخول الأسواق الفلسطينية؟ أنا النضال الشعبي بتطلب من كل الشعب أن يكون في عملية مواجهة، كل في مجال اختصاصه. البضائع اللي في إلى منتوج محلي فلسطيني يجب نعتمد عليه وما نستورد أي شيء إسرائيلي ينتج فلسطينيا، وهذا أيضا بيؤدي إلى ضرب اقتصاد إسرائيل، بيؤدي تحسين الاقتصاد الفلسطيني، هذا بحل نازمة بطالة. حتى بعض القضايا اللي مطلوب إنها مش موجودة بالسوق الفلسطيني ممكن يجيبها من السوق العربي وليس من السوق الإسرائيلي. وبالفعل الورق الأوراق اللي قدمت في المجال الاقتصادي تتحدث عن هذا الموضوع. احنا لما نتكلم مع سمي ثابت اذكر حاله، لما ملايين الدولارات تصرف للعلاج للجانب الإسرائيلي وفواتير احيانا غير واقعية تقدم لوزارة الصحة الفلسطينية. احنا نشعر امام كل انسان فلسطيني بحاجة للعلاج. العلاج عندنا متقدم، واذا كان مش متوفر عندنا يكون في الاردن او يكون في مصر. ما الاردن يعني ما هي مش
مش في أزمة كمان مالية بهذا الشأن؟ يعني هذا يعني ربما يجب أن نسأل وزير يعني هذا الصحة في انا هذه بحكي لك في مجال المشاكل أيضا بحكي في مجال المستشفى. مقاطعه، انه في فرق بين ان ابعث المرضى عندي ليتعالجوا في المستشفيات الاصليه، بالتالي ادعم الموازنه الاصليه، وبينما انا اعالج داخليا محليا لدى السلطه الوطنيه في الفلسطينيه مستشفياتنا، ولدينا مستشفيات جيده ولدينا اطباء ايضا جيدين، واذا كان فعلا نقص في بعض معالجه بعض الامراض تحول المستشفيات في الاردن ومستشفيات في مصر. حتى هي جزء من ايضا المقاطعه اللي تحدث عنها بما يتعلق بالعلاقه مع الجانب الاصرائيلي. فبقول يعني يعني الموضوع مش بس استهلاكي نعم بمعنى بضائع، نعم ايضا خدمات. نستطيع الكهرباء تتحدث عنها، نستطيع الاعتماد على الطاقه الشمسيه، واحنا بلادنا مش في طول الوقت نخفف امكانيه الاعتماد على الكهرباء الاصرائيليه. يعني هناك عديد القضايا توضع على الطاوله ويتم النقاش فيها بشكل موضوعي، وين الجانب ممكن نستغني منه على الجانب الاصرائيلي، ومن القضايا الملزمين احنا فيها وان كان فطره، ونبحث عن بديل في اطار عربي. هلا برجع بقول انه آل اوان بفعل ما تكون المقاطعه موضوع موسمي، انه يكون فيها سياسه ثابته، وهذا بتطلب تعاون ما بين وزاره الاقتصاد، الضغط الجمركيه، البلديات، لجان المجتمع المدني المعنيه في موضوع المقاطعه، يعني كل الاطراف الفلسطينيه المعنيه في هذا الجانب لازم، والغرف التجاريه تجتمع وبالتالي تضع اتفاق في هذا الموضوع ويتم العمل فيه بشكل دائم وليس بشكل موسمي. اما اذا كان هناك شخص يريد ان يستمر في علاقاته مع الجانب الاسرائيلي مختلقا كل ما يتم الحديث عنه الجانب الصيني، انا بغرب اقتنع مع ردعه. شخص مين يعني؟ شخص قصدك قيادي ولا شخص بحكي تاجر؟ في اطار علاقه مع الجانب الصيني في الجانب الاقتصادي. انه عندي منتج فلسطيني، لماذا استورد منتج صيني وانا عندي منتج فلسطيني؟ لا يكون لدي منتج فلسطيني. هل هذا بده يتم اتفاق واعطاء مهله لتفريغ؟ بس برجع بقول لا يجوز انه نتحمس يعني الموضوع اسبوع اسبوعين وبعدين ترد الامور تفلت تعود كما كانت السابق. الا ويكون عندنا سياسه ثابته فيما يتعلق بموضوع المقاطعه، حتى نشعر الاسرائيليين انه احتلال مكلف، ونشعر اصحاب رؤوس الاموال واصحاب المصانع والتجار في اسرائيل انه هاي العلاقه الارهابيه اللي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تنعكس عليه سلبا. هذا بزيد من القوى داخل المجتمع الاسرائيلي لضغط ضد الحكومة الإسرائيلية ضد سياساتها في المنطقة عندنا. طيب دكتور، على هذا الصعيد ربما نستذكر الانتفاضة الأولى وكمان الانتفاضة الثانية، لكن الانتفاضة الأولى لصداها الأوسع ولمكاسبها الأكبر، خلينا نقول بهذا الإطار، خصوصا أنه الأدوات اليوم تتشابه مع اللي هو الحجر وسلمية النضال بالإضافة إلى عمليات فردية أخرى. لكن هل نستطيع أن نوائم ما بين ما كان يصلح في 87 ومن بعده حتى قبل أوسلو وما يصلح اليوم على مستوى التجربة وعلى مستوى الحال والواقع والظروف؟ يعني بال 87 كان الاحتلال احتلال مباشر موجود، وكانت مسألة الإضرابات ومسألة العصيان المدني وإلى آخره شيء مفروض، يعني شيء محمود أن يحدث، لكنه هل في هذه المرحلة نستطيع أن نسحبه أيضا في وضع نحن في يعني نؤسس لدولة أو نريد وطموحنا أن يكون لنا دولة؟ أي إضراب أو أي عصيان مدني بالفترة السابقة كان موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي. أنا بصر حاليا الإضراب وكان عقاب لأنفسنا، هل احتراما لدم الشهيد؟ إذا هناك شهيد في مدينة ما قبل الجنازة بساعة زمان ممكن تغلق المحلات التجارية حتى تعطي مجال للناس تشارك في الجنازة، أو احترام حتى مسار الشهيد من هذا الشارع تلك، ولكن لا يجوز نعاقب أنفسنا بأنه نعتمد على سياسة الإضرابات. لست مع سياسة الإضرابات، مع سياسة احترام جنازة الشهيد خلال فترة محددة من أثناء دفن الشهيد. هذا يعني بأنه نحن أمام مرحلة نوائم فيها بين تختلف. نعم اليوم الإضراب تضرب في مواجهة السلطة، عصيان مدني بمواجهة السلطة. بالأول كنا أمام عدو اللي هو الجانب الإسرائيلي، بالتالي عكس على الجانب الإسرائيلي اللي منعكس على وضعنا الداخلي. بالتالي بدي حتى تبقى شعلة الهبة الشعبية مستمرة وتصل لمرحلة الانتفاضة، لابد تأتي كل ظروف النجاح لها من خلال البيئة اللي بحاضنتها اللي هي المجتمع الفلسطيني. بالتالي معني كل ما يتعلق بالتجار وغير التجار يكون داعمين للهبة الشعبية بما ينعكس على عملهم اللي هو له علاقه بالاقتصاد الفلسطيني. يعني المواءمه ما بين استمرار الحياه نعم والنضال من اجلها. النضال نعم استمرار الحياه مع والنضال من اجلها. نعم الظروف تغيرت
والادوات تغيرت والشخصيات تغيرت. احنا اليوم نتكلم عن جيل للسادة مجال الاحتراسي، جيل لم يكن ايام اوسلو، هو جيل ما بعد اوسلو، جيل ما بعد اوسلو اليوم موجود بالتصدى. وهذا باجي رسالة الجانب الاسرائيلي انه ما في خيار امامكم وامام هاي العنجهيه المستنده للقوه الموجوده عندهم والوضع العربي المحيط اللي بدام القدرات ذاتيا، انه كما يقول بعض قادتهم زمان الجيل الكبير بموت والجيل الصغير بينسى. انا بشوف الجيل الجديد جيل اليوم اصلا من جيل السبق، وجيل السبق اصلا من اللي سبقه، وجيل القادم اصلا من الحالي. بالتالي فيش خيار امام نتنياهو وامام الحكومه الاسرائيليه وامام الاسرائيليين الا ينهوا الاحتلال من الشعب الفلسطيني. اذا ارادوا يعيشوا بسلام بينهوا احتلالهم. بالامس كان في حجر، اليوم في سياره، واليوم في سكين، واليوم في كذا. هاي يعني طيب الشعب الفلسطيني لا يقبل، لا يمكن ان يقبل هذا العنصريه وهذه الفاشيه تمارس حقه بشكل يومي. احنا اليوم موسم الزيتون، قاعد بيختلط الدم بحبه الزيتون. الفلاح الفلسطيني اللي عاش من وراء شجر الزيتون اليوم كله سادة، وكم شهيد اصبحنا بس خلال اليومين ثلاثه مقدمين من اجل حبه الزيتون. بالتالي المشكله في الاحتلال، عندما ينتهي الاحتلال ينتهي طيب. كل شيء. طيب ما هو دكتور هنا سؤال، انه هذا يعني بانه النفس طويل وان الفتره ستطول. الهمه لدى الشباب، وانت عدتهم في مدينه الخليل الجرحى والمصابين، كيف تقيمها؟ دور الفصائل كيف تقيم في هذا الاتجاه؟ وهل هناك خطه ايضا مرسومه لتحديد طول النفس مع حسن الاداء؟ يعني قلنا النضال المطلوب يستمر والحياه مطلوبه تستمر. وبالتالي اليوم الجان المشرفه على الحراك الشعبي يعني تخصص تقريبا يومين يكون في نهابه شعبيه قويه ليوم الثلاثاء والجمعه، يوم الثلاثاء يوم الجمعه، حتى يستمر النضال وحتى يستمر ايضا في الجانب الثاني الموضوع الحياه. واللي بيزيد ايضا شعله الهبه الشعبيه القائمه هي الجرائم الاسرائيليه المتصاعده وهالاعدامات الميدانيه اللي بتتم. واكيد اصبح كل مجموعه اسرائيليه بجيبتها اكثر من سكين. كل ما بيتم اغتيال شخص او اعدام شخص فورا بنرمي بجانبه سكين. احنا بنرجع بقول انه واللي قاعد بيجي في القدس اليوم بغض النظر بيثبت نعم انه القدس ليست عباره عن مدينه واحده كما يدعي الجانب الاسرائيلي، وانما اليوم اللي بيتم في القدس هو يفجر اوضاع اكثر امام هذه الاغلاقات وفصل الاحياء عن بعضها، فصل الاحياء عن العربيه عن الجانب الاسرائيلي. وبالامس عندما انت احيانا الانسان ينتظر ساعه على حاجز او على بعض الاحجار، وقرر التفتيش الجسدي في القراءه الاولى في مشروع قانون يسمح لاعقاب الشرطه باجراء تفتيش جسدي لاي شخص لغرض التاكد من عدم حمله السلاح حتى بغياب اي شبهه. انا بصور ان الناس الصعيبه بتساهم في تصعيد الاوضاع اللي قائمه حاليا من خلال هاي الجرائم والمساءله اليوميه اللي بتتم لاهانه الكرامه في الانسان الفلسطيني، وايضا من خلال هدم البيوت. انا يعني بقول قمه الفاشيه والعنصريه عندما اطلب من الفلسطيني ينهدم بيته بكل مأساته في ابنه اللي قتلوه الاسرائيليين، وقدر يهدم بيته وسحب الهويات اما بيهدم بيته بايده او انا بدي اجيب جرافه تهدم بيتك واخليك تدفع ثمن الجرافه. انا بقول هيك قمه الفاشيه. هذا تتلمز على الفاشيه اللي كانت موجوده في اوروبا على النازيه في اوروبا، بالتالي بحاول يطبقوها عندنا. انا بقول هاي المواساه ما بتخلي الشعب الفلسطيني يخضع، بالعكس بتخلي الفلسطيني يزيد تحدي لهذا المحتل، وكل ما صعد من جرائم وكل ما صعد من التحدي في الجانب الفلسطيني. طيب يعني احنا امام شعب الجبارين. صحيح. دكتور سؤال الاخير وسريعا، هل تعولون على زياره بان كي مون وجون كيري او لقائه مع السيد الرئيس خصوصا وغدا؟ انا بصر بان كي مون عباره عن اداه بيد الولايات المتحده الامريكيه، وعندما ياتي كيري ايضا كيري علاقه بالولايات المتحده وصير علاقه عضويه. بالتالي جربناها 9 شهور، كل الافكار اللي كان يقدمها هي عباره عن افكار اسرائيليه وليس افكار امريكيه. فالاثنين قادمين للمنطقه من اجل موضوع التهدئه حتى ما يصعد الوضع لانقاذ اسرائيل من ازمتها. لذلك لا نعول، يعني المرحله ستطول، لا نعول على لا بان كي مون ولا نعول على كيري. اذا كانوا جاديين جايتين ليتم اجتماع مجلس الامن، بالتالي وضع قرار شرعي دوليه للتطبيق وعقد مؤتمر دولي على اثر يتم انتخاب لجنه من بلاتهم واختيار لجنه تشرف على اليات تطبيق القرارات المتخذه لانهاء الاحتلال. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور جمال محسن عضو اللجنه المركزيه لحركه فتح ومفوض الاقاليم الخارجيه فيها. شكرا جزيلا. شكرا لك اميره. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم حال السياسه حتى القاكم في الغد. دمتم بخير والى اللقاء.